شيخ بسألك، أنا قبل أذان الفجر أكلت دواء، قبل أذان الفجر بنص ساعة أي تقريبا أكلت دواء، وطبعا الدواء هذا كان مضر، أي وكان ولما أذن الفجر أحس بطعم الدواء موجود بحلي، فما أدري صيامي صحيح ولا لا؟ لا صيامك صحيح ما دام أنك أكلتيه قبل بفترة، وأيضا أكثر اللعاب وغيره خلاص تجدد، فصومك صحيح إن شاء الله. أيوة يعني أنا مضمضت كثير وبس إنه ما زال طعم حلي. لا لا صومك صحيح ما عليك بأس.